أنا عايز أتكلم عن نقاط محددة بتواجه الثورة والتحديات اللي بتواجه الثورة في الوقت الحالي. إحنا ممكن نقسم الشعب المصري لثلاث كتل، كتلة سائرة ثم كتلة مضادة، وإحنا عارفين كتلة المضادة اللي هي بيمثلها فلول الحزب الوطني، ثم الكتلة الساكنة أو الصامتة. ودي اخطر كتله موجوده في الوقت الحالي. يعني احنا بنفضل نتكلم كتير قوي، احنا مطالب الثوره خلاص حفظناها، ولكن هناك في تحدي صعب جدا وهو الكتله الساكنه، الناس اللي قاعده في البيوت وتقول لك الناس اللي قاعده في التحرير وبتخرب وبتدمر وعجله الانتاج. الكتله الساكنه دي ممكن تسبب لنا مشاكل في المستقبل، ممكن تيجي التحرير وتواجهنا مواجهه عنيفه. ازاي نخرج من المأزق ده؟ لابد ان يكون في توعية. احنا لازم نلف ونشتغل على البيوت، على الشوارع، على المصانع، على الشركات، نعمل توعية شاملة ازاي نحول الكتلة الساكنة دي الى كتلة سائرة. في اليات لعمل كده. النهاردة عندي كتلتين يعتبروا ضد الدنيا، الكتلة المضادة والكتلة الساكنة. اما كتلة سائرة معروفة انحصرت عددها لا يتجاوز مثلا 1000 وحدة او 2000 وحدة، هنفضل كده على طول. طيب الحاجة التانية، احنا كنا الثورة لها ايجابيات وسلبيات. يعني احنا في الايجابيات بتاعت الثورة عملت لنا حراك سياسي، خلت كل الناس بتتكلم في السياسة، الصغير الكبير العجوز الست، ولكن خلقت فوضى سياسية. فوضى سياسية تمثلت في الاحزاب اللي نشأت اللي بلا اهداف معظمها او اهداف متشابهه. عندي احزاب كتير جدا كل البرامج بتاعتها هي، يعني تمسك البرنامج ده تلاقي هو عند الحزب الاخر، ليس هناك جديد. طبعا انتوا عرفتوا ان بعد الثوره حصل ان في حوالي اكتر من 46 حزب جديد تم تشكيله. كل الاحزاب دي خدت العناصر الثوريه ومشيت بيها بعيد عن ميدان التحرير. اصبح هؤلاء هم اللي قاعدين تحت التكييفات واللي قاعدين تحت المراوح بيلعبوا سياسة من خلال الصالونات. هؤلاء لن ينزلوا هنا، مش هيجوا، هم واخدين قرار ان هم هيلعبوا سياسة. في فرق ما بين السياسة وما بين الروح الثورية وما بين الروح السياسية. ده في علم السياسة ومصطلح كده بيقول كده. في حاجة تانية عايزين نتكلم فيها، احنا عندنا فكرة التخوين اللي انتشرت دلوقتي. يجي واحد يقول لي اصلا انت سلفي، اصلا انت مش عارف قبطي، اصلا انت مش عارف ايه. الكلام ده كله يا جماعة يعني ليس له، يعني اعتقد ان الوقت ده مش وقت التخوين. يعني احنا دلوقتي وقت لم الشمل ووحدة الصف، ايا كان مين اللي هيمسك الحكم فيما بعد. هي صناديق الانتخاب هي اللي تحدد مين اللي يمسك. يعني احنا الشرعية كلها مستمدة من ايه؟ من صناديق الانتخاب. يجي سلفي، يجي قبطي، يجي تيار ديني، يجي تيار علماني، ايا كان لابد ان نحترم الصناديق. النقطة اللي بعد كده، انا عندي مثلا في حاجات زي المجلس العسكري. المجلس العسكري اعتقد ان درجة حرارة الثورة اكثر من درجة حرارة تنفيذ المطالب بتاعتي. الثورة في سخونة، في روح ثورية، في حاجات كتير بتتعمل، ولكن في بطء في اتخاذ قرارات. من جانب مين؟ من جانب المجلس العسكري. ازاي نعالج البطء ده؟ عن طريق الضغط. احنا هنا قاعدين ليه؟ ده يعتبر ده ضغط سياسي على المجلس العسكري. ولا احنا جينا نقعد تحت الشجره ونشرب، ولا نعمل ايه؟ نشرب شاي وخلاص يعني؟ لا، احنا جايين كورقه ضغط. هذه ورقه الضغط اعتقد ان هي اتت بثمرها. النهارده في حاجات بيستجاب ليها، في تطهير ماشيين فيه، في عندنا قانون الغدر بيناقش، في عندنا حد ادنى وحد اقصى وعد بيه الدكتور حازم بابلاوي. اذا هنا الاعتصام عندنا حقق نتائج. انتوا كلكم متفقين ان في نتائج بتتحقق ولا لا؟ لا، انا شايف ان في ايا كانت هذه النتائج التي تحقق ليست على القدر المطلوب، ولكن انا بقول انا قصدي منها ان هنا في نجاحات. يعني اعتصامنا حقق بعض النجاحات وليست كلها. احنا مستمرين في اعتصامنا للاخر. احنا عندنا يعني وعي سياسي جامد جدا. عندنا احنا شباب صغير، كلنا معظمنا مسيس ماشي، مش هنخضع لضغوط خارجية. في عندنا كتير حاجات لازم نعملها، لم الشمل في الميدان، استقطاب الناس من البيوت. لازم نستقطب الناس من البيوت. نستقطبها ازاي؟ زي ما انا قلت الاول، لو انت مقتنع بمطالب الثورة هتستطيع ان توصل اقتناعك ده لمين؟ للي برا. لو انت مش مقتنع مش هتعرف توصل. درجة اقتناعك بتحدد ازاي تقدر تقنع الشخص الاخر.
لو انا النهارده مش مقتنع باهداف الثوره ومطالبها لن استطيع ان اؤثر في الاخر. استطيع ان اؤثر فيه ازاي؟ اذا كنت انا فاقد الشيء لا يعطيه. لازم يكون هناك في مصداقيه جوانا. الحاجه الثانيه اللي انا عايز اتكلم عنها برضه حته نبدا بايه؟ انا من وجهه نظري ان احنا نبدا بالفاسدون. طب ليه؟ انا اعتقد ان الناس الفساد الفاسدين طيب الفاسدين ده شيء مهم جدا. ليه؟ الفاسدين في جمهورية في عندنا في مصر رد على الجزيرة في شريط خبر عاجل قال لك ان القوة الوطنية اعلنت تعليقا للصراع. طبعا الكلام ده مش مظبوط لان احنا كلنا قاعدين اهو. بعد اذنك شوف كده اهو بيبلغ الناس كلها. القوة الوطنية اللي اعلنت تعليق الاعتصام هو المقصود بها القوى السياسية واحزاب. احنا عارفينها من اول امس اعلنت بصورة رسمية حوالي 25 حزب. الاحزاب احنا متعودين عليها من الاول خالص يا جماعة. الاحزاب لا تعولوا عليها سياسية. ماذا فعلت الاحزاب لمصر خلال 30 عاما؟ لم تفعل شيء. اذا ده شيء طبيعي. احنا هنا كقوة مستقلة كناس مستقلين احنا اخذنا القرار قبل ذلك بان احنا مستمرون في اعتصامنا. بنبلغ كل وسائل الاعلام ونقول لهم يا وسائل اعلام ماشي يا وسائل اعلام احنا مستمرين في اعتصامنا. كل ما يقال لزعزعة هذا الاعتصام ليس له يعني اي مردود بالنسبه لنا. النقطه اللي انا عايز اكمل فيها ان انا اخر نقطه اتكلم فيها حته الفاسدين. الفاسدين يا جماعه لن يستطيع ان نضمهم الى منظومه الاصلاح. يعني ما اجيش اقول لواحد النهارده مرتشي تعالى اشترك في عمليه الاصلاح اللي انا عندي في البلد. ليه؟ لان طبيعه تفكيره كلها خلال 30 عاما خلاص اتبرمجت على ان هو يكون ايه؟ يكون فاسد. فبالتالي لابد ان اقتلع جذور الفساد بايه؟ بان انا اعمل عمليه تطهير. هذا التطهير بنسميه قانون الغدر. كل قيادات الصف الاول والثاني الفاسدين يتم حالتهم الى التقاعد او المعاش او اي مسميات، ثم ابدا بصف جديد عنده ضمير وحس وطني. الضمير والحس الوطني ده هو اللي هيحقق لي نتائج. الحاجه اللي انا اقولها يعني هدي مثال لسمكه معروفه اللي هي سمك القراميط. اين تعيش؟ في البرك والمستنقعات. انا بشبهها بالفاسدين. هذه السمكه لا تستطيع ان تعيش في الماء النظيف. حقيقه علميه ولا مش حقيقه علميه؟ ايضا الفاسدون لا يستطيعون ان يعيشوا في الماء النظيف. لابد من التطهير. التطهير هو ثم يتبعه ايضا مرحله البناء. لا استطيع ان اقوم ببناء على اساس فاسد. الاساس الفاسد يصنع ايضا بيتا فاسدا. وشكرا لحضراتكم.